اكو فنان مره ضربك؟ ليه تجيب هاي السوالف؟ موجوده عندي بس انا عندي غير سبب، بس ما راح اقول لك اياها، خلينا حلوين. فيوم احد ضربك بالمسرح بسبب حقيقي؟ يعني مو تمثيل. لا. سمعت ممثل معين ضربك يعني عفوا بالحذاء؟ لا هذا استاذ مكعوات بالبروفات مسرحيه جار العمر. اي بس انا احكي على بهجة الجمهوري. لا مو بهجة، لا بالعكس بهجة يحبني دافع لي. انا كنت صغير من هذا الطيش وكذا بالبروفات انا بكيت بوقتها. بكيت. اخذني بغرفة يعني فنانين بهجة الجمهوري، تحياتنا لابو هدى صاحب فضل علي حتى ما انكر، وهو واستاذ مك عواد وعبد جعفر النجار اصحاب فضل عليه واخذوا بيدي وما انكر فضل اي واحد. ليش ضربك؟ بكيت بكل قلبي، شاقيت او اسفيت او يعني شفت شخصه قويه بالبروفات. وقتها كانت ليلى محمد وانا وفخر العقيدي، تحياتي لاستاذ فخر العقيدي. ليش اليوم المسرح الشعبي ما به هيك نجوم؟ يعني قبل كنا نشوف نجوم الصف الاول هم اللي يعرضون، هسه صاروا نجوم معينين ينتقلون من مسرح لمسرح. هسه احنا يعني اذا مقارنه مسرح مصر خلينا نقول يعني على سبيل مصر سامت عن ازمه، ما عندها مسرح حاليا مصر. لا خلينا نقول وطلع الاسفاف بالمسرح العراقي وطلع الاسفاف. لا انا ما اقول اسفاف، بدي اسالك ليش النجوم الصف الاول ابتعدوا عن المسارح؟ شنو سبب التعليقات؟ سبب الاراء؟ سبب الناس يعني. يعني انا في يوم من الايام فنانتنا تحياتنا لها اسيا كمال، قلت لهم ليش تقطعون ارزاقنا؟ قلت لاسيا كمال؟ اي تحياتي لها استاذتي طبعا حبيبه القلب، ليش تقطعون ارزاقنا يعني بهاي التصريحات؟ لحد ما صدق طيحوا المسرح العراقي. تعتبر هسه وقع؟ طبعا وقع لانه صارت عوامل هاي التعليقات وكذا والمسرح هجمه على المسرح. اي هجمه زين بدل ما يجي يسوون هجمه حسد للعلم. انا مسؤول على كلام هجمه حسد من الحسد من يعني فنانين اخرين. شوف هي المفارقه شنو؟ مثلا على سبيل المثال اعضاء واصدقائنا بدارسين المسرح من الشخصيات يعني المرموقه اللي ماخذين مناصب يحكي على المسرح التجاري ويدز عليك بعمل الى الدائره. انت انا كشخصيه مثل اني يحكون علي انه انا مسيف ويدزون علي بعمل للدائره من اخراج فلان ويا فلان وفلان من الاسماء المهمه. شنو التناقض؟ لا محتمات كل المسرحين راح يقدموها زينه، هو العيب مو بيك بالنص الى اخره. اي اوكي مسرحيه زينه. انت مخليني بالزاد، انت وقعت المسرح تريد على يعني تدز عليه حتى احيي لك مسرحيه مسرح الوطني تقام على الدائرة.